يعني اتصال هاتفي عن طريق السمع وعن طريق الكلام، صح؟ صح. تمام. طب أنا عندي هنا شطورة طبعا، في هنا اسمه التواصل اللفظي. التواصل اللفظي زي التحدث، زي الغناء، في التواصل الغير لفظي. ايه هو التواصل الغير لفظي؟ زي الكتابة لما اكتب رسالة، او ممكن عن طريق رسمة، او ممكن موسيقى او اشارة، ده اسمه التواصل الغير لفظي. في التواصل الالكتروني اللي احنا بنتواصل بيه دلوقتي، اللي انا وانت فيه ده اسمه تواصل الكتروني، صح؟ انت في مكان وانا في مكان وتواصلنا مع بعض عن طريق زوم، عن طريق ممكن الرسائل القصيرة، عن طريق البريد الالكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، كل ده تواصل الكتروني. يبقى التواصل بينقسم لكم نوع؟ تواصل لفظي، وتواصل غير لفظي، وتواصل إلكتروني. ماشي يا روح قلبي؟ ماشي يا مس. كل ده بنسميه ايه؟ التواصل الجيد. طب زمان قبل ما يكون في الحاجات دي كلها، يعني ازاي الناس بتتواصل مع بعض؟ عبر الجوابات. البريد، ماشي، وإيه تاني؟ بس والكلام. والكلام في إيه؟ يعني قبل ما يبقى فيه تليفون كانوا بيتصلوا إزاي ببعض؟ وبيتواصلوا إزاي لبعض؟ تعرفي؟ إسلام دخل أهو، شاطر. السلام عليكم يا إسلام، وعليكم السلام. كيف حالك يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. طب احنا بنسأل سؤال مهم جدا يا اسلام، كيف كانوا يتواصلون قديما؟ زمان الناس كانت بتتواصل ببعض ازاي؟ تعرف؟ لا، طب انا هقول لك بس على اللي احنا خدناه قبل ما انت ما تيجي، ثواني سريعا. كنا بنتكلم انا وسندس عن انواع التواصل، وعرفنا يا اسلام ان التواصل ليه انواع كثيره، زي التواصل اللفظي، زي لما اكون بتحدث انا دلوقتي اسمه ده تواصل، ممكن عن طريق الغناء اسمه تواصل، في تواصل غير لفظي زي لما اكون بكتب رساله او رسمت رسمه او عن طريق موسيقى او عن طريق اشاره، ده اسمه التواصل الغير لفظي. في التواصل الإلكتروني زي الرسائل القصيرة أو برامج المحادثة أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. كل أنواع التواصل دي بنقول عليها التواصل الجيد. طب إحنا بقى عشان كده كنا بنطرح السؤال المهم ده، قبل ما الحاجات دي كلها تبقى موجودة زمان كانوا هما بيتواصلوا ببعض إزاي؟ واحد مثلا مسافر وأهله كانوا يعني بيطمنوا عليه ازاي، أو هو بيطمن على أهله ازاي؟ حد يعرف؟ كاتب رسالات. عن طريق الرسالة. تمام، وسندس قالت كده برضه، شاطرين، حلو جدا. النهاردة درسنا بيتكلم عن التواصل عبر الزمان. هو الدرس هقول لكم صفحة كام؟ الدرس صفحة 252.
فتحته يا مس. فتحتيه سندس؟ طب يلا يا اسلام اقرأ كده بداية من العنوان. التواصل عبر الزمان. منذ قديم ميس الزمان شطورة. تم الناس بالتواصل مهما بعدت المسافات. في البدء استخدم الناس حمام الزاجل لإرسال الرسائل لأنه سريع وعنده قدرة على معرفة الطرق والأماكن. بعد ذلك قام الأشخاص بإيصال الرسائل سيرا على الأقدام أو بواسطة الجياد. ثم تطورت الوسائل الاتصال تطورا هائلا، فتم إنشاء خدمة البريد لإرسال الرسائل بوسائل المواصلات المختلفة كالحيوانات أو الدراجات أو السفن أو الطائرات أو غيرها. أما الآن فقد أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة، وذلك بفضل اختراع هاتف وراديو وتلفاز وأخيرا شبكة الإنترنت. ممتاز يا اسلام، احسنت. هتقراي سندس بعد الدرس كله، بس ثواني بس هقول على حاجه. التواصل عبر الزمن، احنا كنا بنسأل سؤال قبل ما نعرف الدرس، ازاي قديما كانوا بيتواصلون؟ عن طريق بقى لما احنا قرأنا الدرس اسلام وعرفنا كده ان زمان زمان قديما كانوا بيتواصلوا ببعض عن طريق استخدام إرسال الرسائل، بس كان مين اللي بيوصل الرسالة دي؟ الحمام الزاجل هو ده اللي كان بيوصل الرسائل. طب ليه؟ لأنه كان سريع وعنده قدرة على معرفة الطريق والأماكن. طب ما بعد كده تطور، مين اللي بقى يوصل الرسائل؟ أشخاص بريد طبعا، اللي هو البريد دلوقتي. طب كان بيعملوا ايه؟ يا اما بيمشوها يا اما يركبوا الجياد اللي هي الاحصنه. بعد ذلك تطورت الوسائل تطور كبير جدا، اصبح البريد الالكتروني. نعم، في حد؟ لا تمام. بعد كده البريد الإلكتروني تطور كبير جدا، وأنشأوا خدمة البريد لإرسال الرسائل عن طريق المواصلات المختلفة، يا إما بالحيوانات يا إما الدراجات يا إما السفن يا إما الطائرات. المهم إن بقى فيه تطور. بعد كده يا شطار، التطور الأخير اللي إحنا موجودين فيه عن طريق الهاتف. أنا لو عايزة دلوقتي أبعت رسالة لأي واحد، بمجرد ما هضغط ضغطة صغيرة جدا هتوصل الرسالة للشخص في نفس الوقت. زمان أي وسيلة تانية كانت بتقعد أيام وشهور كتيرة جدا على ما توصل للشخص اللي أنا عايزة أوصل له رسالة، لكن دلوقتي وأنا قاعدة في مكاني في نفس الوقت عايزة أبعت رسالة هتوصل بنفس الوقت. يا إما عن طريق الهاتف، يا إما عن طريق الراديو، يا إما عن طريق التلفاز، أو عن طريق شبكة الإنترنت اللي إحنا كلنا بقينا نستخدمها. يبقى هي دي كده وسائل التواصل عبر الزمن، تطورت لحد ما اللحظة اللي إحنا فيها دلوقتي، من أول الحمام الزاجل لحد الإنترنت. يلا يا سندس. التواصل عبر الزمن. منذ قديم الزمان اهتم الناس بالتواصل معهم. بالتواصل بعدت المسافات في بعدت المسافات. البداية استخدم الناس الحمام الزاجل لإرسال رسائل لأنه سريع
وعنده قدرة معرفة الطرق والأماكن. على معرفة الطرق. بعد ذلك قام الأشخاص بإيصال بيرسل الرسائل. رسائل سيرا على الأقدام بواسطة أو بواسطة الجياد الجياد، اللي هي الأحصنة. ثم الجياد ثم تطور تطورت وسائل الاتصال، تطور هائل، فتم إنشاء خدمة البريد لإرسال الرسائل بواسطة المواصلات المختلفة. كان الحيوانات كالحيوانات، يعني مثل الحيوانات. كدي يعني مثل. أو الدراجات أو السفن. والسفن أو الطائرات. أو غيرها. أما الآن فقد أصبح التواصل أكثر سهل وسرعة، سهولة وسرعة. وذلك بفضل اختراع الهاتف والراديو والتلفاز، وأخيرا شبكة الإنترنت. ممتاز. تمام يا حبايب قلبي. طب الحاجة المهمة برضو في الدرس يا شطار، زي ما تعودنا ان احنا لازم نذاكر الكلمة ومعناها زي الدرس ده كده. الكلمة ومعناها مهمين جدا. تعالوا نعرف كده الكلمات المهمة عندنا. اهتم